السلام عليكم إخوان، تحياتي لكم، مرحبا بكم معنا. هذه نقطة العبور ديال ألميريا. اليوم 30 شهر 6 2022، عاد الصباح مع الصباح هذا. يعني الناس بزاف اللي راهم هابطين المغرب. هذه غادي نوريكم، يعني الناس ديال اليوم 30 راهم كاينين ديال العشية، راهم هنا في الستاسيون، يعني جالسين في الفور، مازال يتسناو التور ديالهم. وكاين كاين ناس اللي راهم يعني راهم في الباركينغ اللي داخل. غادي تحوما نوريهم لكم. مرحبا بكم، غير باش نحطكم، يعني نوضح لكم يعني الامور هنا في ألميريا، يعني باللي كاين الاقبال، الناس راها جايه للمغرب بكثافة، يعني كاين الغاشي بزاف. وتحياتي لكم، خليكم معنا مع هاد المقاطع ديال الفيديو من البور ديال ألميريا. الاخوان هادو، السلام عليكم. هادو كما قلت لكم، يعني الناس اللي راهم يتسناو السيارات، راهم يتسناو باش عندهم الباطو مع الزوج ديال النهار، مازال كيجيو عاد. يعني هادي 9 الصباح ولا 9 ونص ديال الصباح، الناس راهم دايرين التور. الاخوان السيارات هما، كاين الناس اللي هما يتسناو عندهم حتى العشيه عاد باش يدوزوا. هي حتى هذه السياره ديال المغرب ديالي، هذه السياره ديالي راها حتى هي دايره التور، كنت جيت بها لاسبانيا، حتى هي كتسنى. الله يوصلنا على خير. وغير باش نقطع الفيديو صغير باش نوضح لكم الامور هنا في ألميريا، كرها يعني كتمشى الامور، واش كاين اقبال ولا ما كاينش. كان بعض الاخوان كانوا يسولوني واش كاين اقبال ولا ما كاينش. كاين اقبال، ومازال كاين الباركين على برا، عامر كيتسناو، عندهم الباطو في العشيه حتى الليل، هاد 9 ونص ديال الصباح، كاين اللي عندهم حتى الليل حتى الوحده ديال الليل، ومازال كيتسناو. المهم الاخوان تحياتي لكم. وكما كتشوفوا معنا باليريا، ها هي فاش غادي يمشيو. وكاين لي باطو اخرين، كاين ترونس ميديترانيا حتى هو غادي يمشي، يمكن عندهم 11 ونص ولا العشيه، ولا ما عرفتش هذا التوقيت ديالو. المهم الاخوان، شكرا لكم على المتابعه، وتحياتي لكم، والسلام عليكم. هادو الناس اللي راهم يتسناو هنا في الباركينغ. الاخوان كما قلت لكم، هادو الناس اللي هم يتسناو، يعني ديال الليل، يعني ديال الوحده ديال الليل. هذه غادي اليوم راها الصباح، يعني هاد الساعه فاش كنصور لكم هذا المقطع، راها 9 الصباح في 30 شهر 6 2022. والباركينغ يعني الناس راه هادو اللي راهم يتسناو هنا، يعني ديال العشيه ديال نهار 30 شهر 6 2022 مع الوحده ديال الليل. الاخوان الاخرين اللي راهم غادي عندهم الباطو مع الزوج ومع ال11 وشي حاجه، راهم لداخل. غادي نصور لكم المقطع ديالهم، يعني باش تشوفوا، يعني نحطكم عند الصوره. تحياتي لكم. بالله